وخلينا نقول بسم الله ونبدأ الحلقة بتاعتنا. عندي الكشري، أنا هعمل أول حاجة للكشري بحب أخلط الرز مع العدس. هننزل أول المقادير، 3 كوبايات رز مصري، اللي عايز يضيف يا جماعة شعرية مع الرز دي يعني حاجة اختيارية، اللي مش حابب ممكن يستغنى عنه، اللي احنا هنضيف الرز مع العدس. أنا عملتها عشان خاطر ندى النهاردة. طيب عندي كيس عدس بجبة حبيبتي يا نودي، عندي مكرونة سباكيتي ومكرونة مقصوصة، نوعين مكرونه، اللي عايز يحط نوع واحد براحته، مش شرط، انا بدي لحضراتكم يعني اختيارات واللي متوفر في البيت استخدموه. طيب عندي زبده وزيت نباتي، وده اختياري، انا بطعم بمكعب زبده صغير بس عشان يدي للعدس طعم. طيب عندي ثوم مفروم، عندي كمون وكزبره جافه، وعندي ملح. عايزه محمد يزود لي بس شويه الكزبره والكمون. ندخل بقى على الايه، الأول حاجة هنعملها، أنا دلوقتي قلت هسلق مع حضراتكم المكرونة، يعني مكروني دي أنا بحبها جدا الحقيقة، والأطفال كمان بيحبوها، وبتبقى وجبة سريعة جدا، يمكن للولاد لما بنعمل شوية مكروني كده بالصلصة، ما تستغربوش أنا بقول مكروني لأن أنا بقولها في بيتنا كده، عشان بس الناس تقولي بتدلعي الأكل، أه بدلع الأكل وبحب أدلع الناس كلها وأدلع كل اللي بحبهم، فده حاجة شخصية يعني. طيب ناخد كده إيه، رشة ملح في المية، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط نقطتين زيت، وده بيأمننا إلى حد كبير إذا نوع المكروني دي مش إيه ما هيش مثلا واثقين فيها من شركات مختلفة، ولو إن أنا شايفة إن بصراحة إحنا في مصر عندنا أنواع المكرونات كلها بصفة عامة مش وحشة، كويسة، حتى الانواع اللي بتتباع في التموين احيانا بتبقى برضو انواع كويسه، يعني انا جربت تقريبا كل انواع المكرونات، فاللي متوفر عند حضراتكم هنامن نفسنا بشويه زيت. يبقى رشه الملح، معلقتين الزيت، هستنى بس الميه تغلي شويه وهبدا انزلها مع حضراتكم. انا هنا عملت توابل الكشري لانه توابل الكشري، بهارات الكشري دي بقت تتباع دلوقتي عند العطار، في ناس بتحب تشتريها او هم عملوا لها توابل، والتوابل بتاعته جميله جدا على فكره. اسمحوا لي انا هعملها مع حضراتكم عشان اصدقائنا اللي طلبوها واللي حابب يعملها في البيت طبعا يعملها، اللي حابب ان هو يبقى عارفها من باب المعرفه مفيش مشكله خالص، تحت امر حضراتكم. طيب انا دلوقتي هعمل كالاتي بهارات الكشري، عندي كبابه صيني، دي الكبابه الصيني انا واقفه عندها اهو، دي الكبابة الصيني شايفين بتبقى كبيرة كده أكبر من حبات الفلفل، عندي زر ورد، وعندي كمون حصى، وعندي كزبرة حصى، وعندي قرنفل مسمار، وعندي زنجبيل باودر، وعندي زعتر مجفف، وعندي ورق لورا، وعندي حبهان حصى. دي بهارات الكشري هنعملها مع بعض، البهارات بتاعت محلات الكشري اساسا بيحطوها معاه او بيجيبوها هم بيستخدموها يعني في وصفاتهم وكده. احنا ده شغال اكيد صح، جربتوه؟ ماشي حبايبي، تعالوا بقى نسمي الله. هناخد المعيار، تعالوا كده نشوف المعيار بتاعنا من البهارات القمر دي، انا هقول لكم المعيار. طبعا الكبابه الصيني بنحط منها شويه لان هي بتخليه سبايسي سنه، هو مش هي مش حراقه بس هي ليها طعم كده بيطعم رائع. عارفين بقى الكبابة الصيني دي كمان مع توابل الفراخ واللحمة والكبيبة، رائعة الكبابة الصيني دي. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا هعمل كمية بقى لأن احنا عايزين بصراحة إيه نخلي شوية عندنا. بهارات الكشري دي بقى عارفين تنفع كمان مع شوية صلصة مكرونة، يعني صلصة الكشري اللي أنا هعملها النهاردة في بعض الأوتيلات ما بيحطش بصل في المكروني، بيعملها إزاي بقى؟ بيعملها بشوية ثوم ويروح مديها عصير الطماطم ويروح مديها رشة التوابل بتاعته ويقلبها بسرعة بسرعة وياخدها، فلقيت إن صوص الكشري ده الصلصة دي ينفع تحط على المكرونة لوحدها بس وتتاكل كده رائعة، لقيت ان في ولاد كتير بيحبوها، انا ابني بيحبها كده، يعني انا لما بعمل مكروني في البيت انا بعملها بطريقه بتعجبني انا شخصيا غير الطريقه دي، بس هو لازم اعملها له كده. هحط زر ورد وهحط زعتر مش كتير، انا مش عايزه الزعتر يضغى، فنسبه الزعتر هنا قليله ما هياش كبيره، يعني تقريبا تلت معلقه او ربع. الكمون مهم بالنسبه لي جدا، والكزبره، فاسمحوا لي انا هاخدهم كده علشان دول بالنسبه لي مهمين جدا في الوصفه. القرنفل هيبقى نسبته قليله برده مش كتير. ماشي بسم الله، هنحط بقى ايه الكام فص حبهان دول، هما حوالي بالظبط 7 فصوص حبهان، خلاص
على الكميه دي هتقعد معانا يعني حبه حلوين، واحنا مش هناخد بقى معالق كبيره، هناخد منها كميه صغيره. هنطحن بقى الحبه دول. انا دخلت معاهم كم كبش قرنفل بس، مش كتير عشان القرنفل برضو من الحاجات اللي نكهتها قويه. خلاص، فانا مش هاخد منه كتير. هاخد من هنا الكام ورقه لورا دول، هكسرهم كده. المكروني الميه بتاعتها بدات اهي، وهاخد رشه من الزنجبيل. يعني بصوا انا حاطه قد ايه اهي، مش كتير، سنه صغيره. على فكره الجنزبيل ده بيدي طعم للعدس والرز رائع فوق ما حضراتكم تتخيلوا. خلاص، تعالوا بقى نقفل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز يضيف شويه توم باودر ماشي، مش عايز خلاص، لان احنا كده كده بنحط توم فريش، فالدنيا بتبقى جميله جدا في الكشري. خلاص انا عاملها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بسم الله. يلا بينا. وهاخد المكروني بقى هنا اهو. انا حاطه كام شكل كده للولاد، كوبايه من دي وكوبايه من دي. وهبدا لما تعوز ميه هزود ميه سخنه، انا مجهزه الكاتل عندي. هقلبها تقليبه واحده. حضراتكم معلش حقكم عليا. تعالوا بقى كده نعمل دي بتاعه المكروني اهي. دي دايما بنستخدمها للمكروني في الطعم في الطقم بتاعنا، فلازم اول حاجه اول ما احط المكروني كده لازم اقلبها كويس. انا عايزه الكميه دي مع بعض كده في وسط بعضيها. لازم كل شويه اقلبها تقليبه حلوه. لو حسيت الميه قليله وبدات يعني محتاجه ميه هزود ميه سخنه على طول بتغلي، ما يجراش اي حاجه. خلاص هسيبها كده جنبي هنا. وتعالوا نشوف البهارات. بسم الله اهي الريحه رائعه. بسم الله تعالوا كده جامده جدا. بسم الله حلوه قوي قوي قوي. انا هاخد منها طبعا شويه على العدس والرز، مش هحط على الصلصه، هحط على العدس والرز. ماشي الكلام؟ طيب هاخد كده بقى دي، بس اسمحوا لي هاخد بقى في البوله الثانيه عندي هنا معلقه صغيره منها اهي، شايفينها؟ وهحط الباقي هنا عشان نبقى عملنا البهارات القمر دي، بهارات الكشري. طيب تعالوا بقى، عندي هنا حلة تانية في طريقتين لتسوية العدس، وهنتكلم عن أصل الكشري دلوقتي، إن هو كان أكلة هندية مشهورة جدا، ودي كانت من أيام الحرب العالمية التانية. تعرفين كانوا الهنود والطلاينة كانوا بيسموه كوتشيرو أو كوتشيري. كان ابن بطوط بيكتب ان هما بياكلوا العدس مع الرز وبيعملوه بالسمنه، وكانوا بيسموه كوتشيري او كوتشيرو، وكانوا بيفطروا بيه كل يوم. مفيد جدا صدقوني. طيب انا معلش هعمل اكستشينج كده. عايزه اقول لكم بقى الكشري ده وجبه رائعه غنيه بالبروتين النباتي جدا، ونسبه الياف عاليه جدا. في ناس كتير جدا بتتعامل لانه هو بيقوي جهاز المناعه انه بديل للحوم. وجبه مشبعه بتدي طاقه مفيده لان فيها نسبه كربوهيدرات كويسه، رز ومكرونه كل حسن كمان عمليه الهضم جدا. بصوا بقى
بتقلل من نسبة الدهون، وكمان امتصاص الدهون لينا بتقلل نسبة امتصاص الدهون شوية، وكمان ما بتعليش يعني سكر الدم بشكل قوي. احنا طبعا بنقنن عشان مرضى السكر، ان النشويات دي فوق يعني مقنن، لكن احنا بنتكلم على انها كوجبة هي وجبة مغذية ومشبعة جدا. طيب انا هنا بس ايه جبت النار علشان اعليت، وهنا عندي طريقتين للكشري، اما اني اشوحه مع شوية مية صغيرين بمعلقة زبدة وفصين توم وشوية كمون، تمام، او هسلقه انا باخد ميه السلق بتاعته. الطريقه دي لقيتها بتدي تيست حلو، فانا هعمل كالاتي مع حضراتكم. هاخد العدس بعد ما انا جايباه نضيف واتنقى ورائع، هحطه كده في شويه ميه. هاخد معاه نقطتين، لان انا مش هرمي الميه دي، الميه اللي هيتسلق فيها العدس انا هسقي بيها في الكشري، رشه من بهارات الكشري اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، ورشه من الكمون. و هو محمد فين؟ انا عايزاكي تجيبي لي محمد. عندك توم صحيح؟ طيب هات لي فصين بس، فصين توم بس. وانا برضو علشان الطعم الحلو هعمل كده، هحط دي ماشي. وهناخد مدام سهير معانا، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك بالصحه والسلامه مدام سهير. تسلم ايدك يا حبيبتي على الحاجات الجميله عاملاها دي. تسلمي، الله يبارك في عمرك يا فندم، تسلمي. انا لسه مستنيه الصدر الرومي. من عين يا فندم، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي بفضل الله عاملينه لحضرتك. خلاص انا منتظراكي. كنت بس عايزه اسال على الفريك لما اعمله، بس ما احشيهوش في الحاجه. تعمليه تكليه كده. عايزه اعمله زي الرز كده بس ما بيطلعش معايا مفلفل. ما انا هقول بقى لحضرتك، اولا نسبه الميه بتاعه الفريك مش زي الرز خالص، اقل. يعني احنا ما بنعديهاش من الفريك، تبقى في مستوى الفريك زي المحشي كده. زي محشي الورق عنب بس في المستوى بتاعه. وبعدين قبل ما تعملي اي حاجه لازم نحمص الفريك كويس قوي قوي مدام سهير. يعني حضرتك تكوني مسخنه الحله قوي، هتحطي الزيت وتبداي الفريك بيكون منقوع كويس على الاقل 3 4 ساعات ومتصفي كويس، ما فيهوش ميه. ونبدا ناخده بقى الاول كده، عايزه بقى تاخديه مع بصلايه مع فصين توم براحتك، تشوحي في الحله لما تحسيه تحمص يعني تغلف، سيبيه شويه كده. وبعدين نبدا بقى ايه نحط التوابل بتاعته الحلوه، شويه قرفه شويه ملح شويه الحاجات اللي حضرتك عايزه تنكهيه بيها. وبعد كده لا، والتوابل اللي انت عاملاها كمان بتاعت الكشري دي جربيها بقى لان ريحتها رائعه، احنا هنجربها النهارده وان شاء الله رب تنول اعجابك. لا عجبتني وانا هجيبها واعملها كده زي حضرتك. يا حبيبتي بالخير ودايما عامر يا مدام سهير، والله دايما عامر. وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم في حفظ الله. اهم حاجه في الفريك ان انا ما اديهوش ميه كتير، وايدي فيه في التقليب خلاص وعلى نار هاديه، يديني نتيجه جميله. وحضرتك تكليب الف هنا وشفاء. زمان كانوا بيعملوه لنا واهالينا في الصعيد وفي الشرقيه وفي المحافظات. احلى فريك تاكلوه طاجن فريك او فريك بيتاكل كده مفلفل قمر، فجميل. بصوا بقى انا ما بغليهوش قوي، انا هاخد دلوقتي العدس هصفيه. انا هشوف المصفى فين يا محمد عشان انا ممكن دلوقتي حالا انط في كرشك. فين المصفى او فين؟ هنا؟ طيب مش تحت، لا مش لاقياه. هنا ماشي يا محمد، معلش هاخد بقى ايه من هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى المكروني، بصوا اهي بقلب فيها كل شويه. وخلوا بالكم انا ان شاء الله مش هسلقها كتير، هفهمكم. بصوا بقى خد غلو، بصوا لونه اتغير ازاي، الميه بتاعته نزلت بقى فايده العدس اهي، شايفين؟ شايفين؟ حطيت معلقه الزبده، عايزه فصين توم صحاح. طيب ماشي. جنب الخلاط، تسلم ايدك. بصوا بقى هاخد فصين توم. ناخد ام اسلام حبيبه قلبي، صباح الفل والهنا. صباح الهنا وصباح الورد. صباح الفل يا حبيبه قلبي. وصباح الورد، الورد بقى اللي هتعمليه. يا حبيبي عمري انت. اسلم ايدك، عايزه اقول لك دي اكله اسلام الثانيه المفضله. ايوه ايوه. بالكشري قوي قوي، مش قادره اقول لك لو اكلتيه كل يوم كشري مش هيزهق. سيبي الطلعه دي عليا، ان شاء الله قريبا هنلتقي وكل شيء هيبقى تمام. ربنا يسعدك. بعمله الحله الواحده يا عظيمه. والله جميل وسهل وروعه. والله جميل وسهل. الحله الواحده بيبقى حلو برده قوي طبعا.
وبعمله شطه الزيت والبصل، طبعا زيت البصل بعمل منه كشري كله. الله ما شاء الله، بتحمريه الاول وتعملي بعديها الكشري؟ اه بحمر البصل الاول وبعد أيوة. كده بعمل من الزيت. ايوه بعمل كل حاجه بقى منه. احنا بقى هنقلدك وناخد الطريقه بتاعتك ونروح عاملينها ان شاء الله في البرنامج علشان ايه حبيبتي. نترند بقى بعدك انت يعني. انا مش قادره اقول لك، انا اتعلمت منك حاجات كتير يا ربنا يعزك حبيبتي، كلك ذوق والله ما تحرمش منك ابدا. ربنا يبارك لك وبالهنا والشفا عليك. الله يهنيك وعلى الكرو كله حبيبتي. وعايزه اقول لك بسم الله ما شاء الله عليك، الله اكبر تاتش وود اللي شوفت. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي. الله يسعد قلبك يا رب، ربنا يخليك. ما تحرمش منك كل كرو البرنامج والقناه الاهلي حبيبه قلبنا. يا رب يخليك يا ام اسلام حبيبتي، اسلمي ما تحرمش منك يا غاليه، بحفظ الله. شكرا يا حبيبتي، مع الف سلامه حبيبه عمري، مع السلامه. كشري بقى الحله الواحده ده عايزين نعمله في يوم سهل ورائع، بس نعمله مع بعض. شوفوا تسويته. لا ما عملناهوش. لا يا نودي نو، عملنا المكروني اللي كانت بالخضار في الـ في الـ في الـ في الطاسه. شوفي انا فاكره ازاي، شويه زيت. طب وريهاني وريهاني، انا قاعدالك استني عليا هشوف انا في الفاصل. ماشي بصوا بقى، الـ العدس انا طلعته خد غلوه. بصوا الميه بتاعته فيها التوابل والمكونات وفايده العدس كلها، مش هرميها، هاخدها هسقي بيها دلوقتي الرز بتاعنا. هاخد الاول الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد الاول العدس هنا، خليني اقلب تقليبه حلوه كده. فصوص الثوم دي هتتشال عادي، مش هيجرى لها اي حاجه. هحط عليه بس معلقه ثوم بقى مفروم، علشان انا عايزه اديله بقى هنا ايه طعم حلو. وهاخد الرز، والمعيار بتاع الميه هو معيار الرز عادي. انا قلت لحضراتكم قبل كده لما عملنا الكشري الصحي، خليني اغير دي واجيب معلقه خشب. الكشري الصحي ما عملناش بقى الكشري الحله الواحد، اتاكدت يعني. بصوا ونقلب بقى تقليبه كده، شايفين ازاي اهو كده. وهنحط بقى توابلنا. المكروني كده خلاص على فكره، انا شويه انا هطلعها، انا مش عايزاها كده، بعدين بديها معلقه زبده بديها طعم كده. عايزين بقى بالزيت براحتكم، بس انا بقول لكم بقى بعملها حاجه بيتي كده جامده. هناخد شويه من الكزبره الجافه، شويه كمون، حطينا احنا توم، هناخد بقى رشه ملح بسيطه وفلفل، وهحط رشه من البهارات الجميله. عشان الانتفاخات. ادي معلقه من توابل او بهارات الكشري اللي احنا لسه عاملينها اهي، معلقه صغيره. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، شايفين ازاي الريحه روعه، شايفين الجمال. هي نفس اللي بعمله ده يا مدام سهير، حضرتك هتعمليه بالنسبه للفريك. لو عايزه تحمصيه كمان الاول في الحله بس على السخونيه وبعدين تبداي تديله الاطعمه، ماشي. انا بس ايه هشيل بقى الميه السخنه اللي فيها، اللي سلقت فيها العدس وحطيت فيها معلقه زبده وطعمتها برضو اهي. بسم الله نسقي بس الكشري بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، خليه بقى ايه، انا كده هحتاج بس قليل من الماء بسيط قوي كمان سخن شويه بس كده. وتعالوا بقى بينا ايه نسيب ده يغلي غلوه ونغطيه لحد ما يتشرب على راحته، وهنبدا نصفي المكروني ونطلع بريك يا قمر. هنصفي المكروني هنا برده. حلو الكلام، كلام جميل اهي. خلاص ما اخدتش وقت معانا وهنبدا ايه نصفيها. هاخد منها بس شويه كده. بصوا حاضر، بسم الله اهي. وكشري الحله الواحده ده عايزه اقول لحضراتكم سهل وسريع وجميل جدا.